هل النعمة ابتلاء؟ هل النعمة ابتلاء؟ نعم أو لا؟ نعم. ما الدليل؟ ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه. إن ثلاثة من بني إسرائيل فأراد الله أن يبتليهم. كل نعمة أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليك فهي اختبار، امتحان، ابتلاء لك.